رحل فنان الكوميديا الأول في الكويت والخليج عبد الحسين عبد الرضا عن عمر ناهز 78 عاماً في إحدى مشافي لندن، تاركاً وراءه إرثاً فنياً وأعمالاً تلفزيونية ومسرحية خالدة كمسلسل درب الزلق الذي لا يزال الأكثر شهرة خليجياً، والأقدار الذي كتبه بنفسه. وللمسرح قدم أعمالاً كثيرة أشهرها باي باي لندن وبني صامت وعزوب السالمية وعلى هامان يا فرعون وغيرها الكثير، كما كتب بعض أعماله المسرحية والتلفزيونية بنفسه كمسرحية 30 يوم حب وقاصد خير وغيرها، بالإضافة إلى تقديمه أكثر من أوبريت غنائي بصوته. خبر وفاة الفنان نزل كالصاعقة على الوسط الفني الخليجي الذي ما يزال لا يستوعب أن أيقونته الفريدة غادر هذه الدنيا. خبر كان مفاجئ، يعني مفاجئ بالخسارة اللي الواحد شعر فيها، رغم أنه مثل يعني هذا في النهاية قدر كل إنسان، ولكن لما يكون إنسان عزيز على القلب وليس فقط لي شخصيا، هو أسعد هالملايين كلها، فأكيد الملايين هذه مفجوعة بخبر وفاته، أن فقدت إنسان على مدى سنوات طويلة زرع في قلوبهم السعادة. كنا نلتقي في مهرجانات رغم علاقتنا البسيطة فيه، ولكن أذكر في يوم من الأيام يعني التقينا في مهرجان قرطاج في تونس، وكنت وقتها أنا ممثل، فهو حاضر بروفا كانت في مسرحية لجواد الأسدي. بعد البروفا فأسأله هل شو رأيك أستاذ في اللي شفته، فيقول لي على اللي شفته أنت الأستاذ. فهذا دليل على العلاقة الجميلة مع الفنانين. معجبوه ومحبوه حزينون على فقدان الساحة العربية هذا الرمز وتمنوا له الرحمة. والله أنا صراحة سمعته عن طريق السوشيال ميديا وإشي كتير بزعل، يعني فنان يعني الخليج فنان كتير معروف وقدير، والخليج والكويت بالأخص فقدوا رمز من رموز الفنانين والله يرحمه. بالنسبة للفنان عبد الحسين عبد الرضا، لما بنسمع وفاته فنان قدير توفى أو ممثل قدير زي حسين فنان عبد الحسين عبد الرضا، نحن بنزعل من جوا لأنه كان فنان قدير بمعنى الكلمة، كان يعطينا روح بالفن، يعطينا روح بالتعاطف بالأخلاق. طبعا تلقيت الخبر بشكل سيء جدا، يعني أنا كلش حزنت عليه. هو إنسان ممثل عظيم، ومن أهم أعماله اللي حبيتها كانت مسلسل مرمر زماني، وأيضا كان مسرحية على الطاير، يعني شيء رائع وأكيد ما رح ننسى أبدا، تمثيله رائع والله يرحمه. على الحلم أنا